كونوا مستعدين للنضال من أجل قضية الثورة اليمنية. دائما على استعداد. كيف يمكنكم أن تكونوا دائما على أن تكونوا مستعدين دوما؟ إنه بإمكانكم أن تكونوا كذلك إذا ما استطعتم أن تتفوقوا في دراستكم وأدركتم تاريخ الثورة اليمنية وسعيتم بكل طاقتكم لتنمية مدارككم، وهذا لن يتأتى لكم من مقاعد الدراسة فحسب، بل أن تنهلوا من العلم أينما وجد وتسعوا وراء الثقافة حيثما كانت، في الكتب والقصص والمجلات والندوات، في اشتراككم في المسابقات الفكرية بشكل فعال، وبحثتم عن سبل تطوير مواهبكم لتتمكنوا حينها من الخلق والإبداع وتقديم كل ما هو مفيد للأسرة والمدرسة والمجتمع. حينها تكبرون في نظر الجميع، فالنضال من أجل قضية الثورة اليمنية يتطلب منا إدراك تاريخ الثورة اليمنية واستيعابه وتطوير أنفسنا لنصبح بالفعل مستعدين للدفاع عنها والنضال من أجلها.